قرر القاضي المكلف بتحقيق مع رئيس كتالونيا المقال كارلس بوتشيمون وأعضاء حكومته توسيع نطاق التحقيق ليشمل عددا أكبر من قادة الإقليم الانفصاليين ومع قادة من الحزب الجمهوري اليساري الكتالوني، وذلك قبل الانتخابات المبكرة المقرر عقدها الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة الإسبانية أقالت حكومة بوتشيمون وعلقت الحكم الذاتي لكتالونيا إثر إعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال من جانب واحد في أكتوبر الماضي، ما أدى الحكومة المركزية إلى إعلان انتخابات مبكرة في المقاطعة.